بنا إموتشيي تلقاتكا إياد كيسيغا إمانتا بارلمان كدحديسا فير لغولاكا عي كدبنا عن سمينين وحفل إلينا أيا إسبتالكا يالا وحانا إسبتالكا كوبوغ دي قار كمي دي مسؤولين توغو سر رئيس الدولة دي حيا فادر ناها جمهورية دي فدرالك سوماليا موان حاش الشيخ محمود يرئيز الوزارة حطالكبا حمزة عبد البره إن أي سرقال كاسي موجيي ددالكا عاركتين أنشحا بولي سينمو ديغو سيسوغو دادني شقادة إيواجبات كي سيدة توسكا أقوذني إن لدي رقليو أو لغو دي رقليو إن سي أنشح بولي سينما له وغا قابسادي شقادة يسانو أقوتي عردي يسان حكميي تاسو أح مد آد وفرحت قلينيسا دادكا صوماليات بسم الله ومحسنتيين بها صحافة دا وحان هل كان أن إسبتال كم مدينة مقالة مقدشو عاوك صعب وقلني أسكرقي مانتا سيدة شرع الدرادة سيقو شقدي سيقو دنعية حليبان كترسن بارلمانكا وداوع وقيستي سيقو وليبا داوع سيقو صوبي إن وديك فرابضان كبحو ساحدة ناسل جوغننا وإسبتال كم مدينة وقجر داوع سي أنا وقاعد لنا أفكا حلبان ندى لبضع أقل كلن كي مانتا نبقى سوق الدعي وده شر وقتر سنة ونجوي وحن عم بارين إن هرتف الكاس فشحن وأنا كحن هاي وأنا نصيب دره إن حلبان ندى بارلمان كصوماليا أو يجي اللي جربي إن إلى عليان حبك يكلدم بينتا يشرع يقتل كان جودة هانتيسا إن يجو قعمه هذا شرع إن تقوقاتين شرع الدرب قاتين أوليبا أسكرتي التاجنيد أهيلانيد إن أمني هذا سجان الدواء عاركتين جارسيين أوليبا سشرع الدراء أوليبا فوضى أو أدمودي إن هيد جاتس يقتل الجل فالكاس فوشون أدمان وحنا هاي أنا واحد اللي بنا ذا سوماليا ذا اللي بذا أقل أد عاركتان إن إلا ساعدنا هل كان ويمادين مدى اللي بعد وحربا إن أم بوجاديو أسكري غاز مانتا هلي نمدا موجيي كرامة موجيي شرف موجيي حرفة صرع بوليس نمدا وهيست موجيي ما دام إسقو شقدي سقودنيه أو شقده وقبني إتاينو أمن البرلمان كإلالي أو كجرح اللي بانك اللي بعتد جارسيي إسقو ليجي سلا دادينيا أنكف العلين أنشح بوليس نمله وقعب صدي شقدي سنو أقوتي عردي سنة حكميي تاسو أح مد آد وفرحت قلينيسا دادك صوماليات يكلسوني دا أي قبان بوليس كصوماليات وحانكو أماني أسكري قاسي فالكاسي أمان تسميي يدقن كاسي وسميي وان آمي سنة هاي إنو هرمود وقلنا قندونا لمان أسكرتا كلاي صوماليات بوليس كا أو إيوغونا دعدوني كنوعان وقلا مالين كستالو كلما إنا درين في عن إيوه كقادم دونان عشر لما إلا وانا وقدم بين وحان ربا أنيقو أفكا حلبان ندا صاحب دا إلا جوغا يكو آن وكيلك كان نحيبا كو هاليا إنا هال كان باق وقدرو مدحويناها جمهورية دا فدرالك صوماليا مدن حاش الشيخ محمود يرئيز الوزارة حدالكبا حمزة عبد البره إن أي سرقال كاسي موجيي دادالك عاركتين أنشحا بولي سينمو ديقو سيسوغو دادني شقادة إيواجبات كي سيدة توسكا أقوذني إن لدي رقليو أو لغو دي رقليو إن درجة لسيو تاس أو آن آمين سنهاي إن أي دمان إذا مدى قلبك سيدة صوماليا دولن ودري صفرين إن قفكي شقادي سيدة أقوطة أو إلاليا أنشحانا أدورة هلي نمو أموتيا أي مدى حدا قرنكا يومد صوماليا دبا أو أبال قدي دوران سيداسي أيان كوباقيا صاحب دي كلو إلا جوغة أيان إيغن كوري جينيا أنا محبان نقاعدن كل كار بدون كبارلمانكا iyey xeerarkiisa waxba ka gaad. Waxayna tagi doontaa waxyaalahaas ilaa aragtiyahooda markay gudbin hayaan. Hadal way ku cabiri karaan. Wixii hadal u dhigmo kala laakiin gacan qaadku si kastaba ugu reebay. Gacan qaadku wuxuu keenin karaa dhibaato ku timaada qofka geysta. Waana qofkii dibka geysta. En booliska golaha shacabka joogay ودل لبيه طبعاً سنة يجوعان، حيوعر بسنيهين إن أينان قعنقات يهوب استعمال كريم، أنت يكون جيران برينريج، حالة فوضى جرت حلينا يان، لنا يا صاحب بضي، وحنا كتع سين يا فلكي فاش حماية مانتا، إيجستين دور حلبانو كميد حلبان هذا، قلها شعبك، رنتي كلن كمان توحوها كلن وذا جيره هو. أي لبذا قلوا هذا الجوجين
xildhibaanku fursado badan buu haystaa oo wax ku cabiri karo een tabasho markuu xildhibaanku qabo golaha joogo waxyaalo badan ku cabiri karo ugu horeysa wax ka bedelka ajendaha waxaad ogtiin inuu tiro yar oo xildhibaanada qofku ku bedeli karo aragtida uu salugsan yahay een sidoo kale xildhibaanku waxyaalaha qaarkood xasaanadu ma u saamaxayso xildhibaanka xasaanadu waxay siisaa ku hadlidda aragtida uu qabo laakiin xasaanada qayb kama aha in uu jaraaxeeyo ama dhibaateeyo qof ama shicibo ama qof kale marka xildhibaanadii maanta waxay geysteen wax ka baxsan anshaxa xildhibaannimada iyo dhaqanka mas-uuliyadda ay huwan yihiin oo ahayd aragti uu qabi karaa xildhibaanku fikirna uu qabi karaa saynanu ognahayna xeerarka sida loo sameeyey waxay tahay halkaa in lagu kala baxo cod haldheeriya majoritigu meeshuu raaco inuu qofku ku qasban yahay inuu kolkaa raaco sidoo kale cabirka uu xildhibaanku dhiibayay ma aha kii maanta ahaa dagaalka halaynaya anshaxa iyo qofnimada xataa qofka xildhibaanka ah wax garaafaynaya saa darteed marka falkaasi sidii uu dhacay waxay ahayd si aada uga fog mas-uulka anshaxiisa iyo la dhaqanka qofka amniga ama howlwadeenka golaha ka shaqeeya booliiska golaha shacabka joogaay muddo 12 sano ay joogaan waxay u carbisan yihiin in aynan gacanqaad iyo hub isticmaali karin inta ay ku jiraan brenneriga xaalad fawdo oo jirta ay xalinayaan muqbaahiyaha maanta waxaa ka muuqatay booliisku halkii guddoonka iyo u dhexaysay baarlamaanka inay istaageen gacmaha isqabsadeen xagga inaan loo dhaafin xildhibaanada aragtiyahooda markay gudbinayaan hadal way ku cabiri karaan wixii hadal u dhigmo kalan laakiin gacanqaadku si kasta waa uga reebay gacanqaadku wuxuu keeni karaa dhibaato ku timaada qofka geysta waana qofkii dhibka geysta run ahaantii waxaan aada uga xumahay mas-uuliyad darana ahayd wixii maanta ay sameeyeen saaxiibaday oo ka tirsanaa golaha shacabka melihii maxay cabirayeen laakiin waxaan leeyahay maxay u gacan qaadeen waa foolxumo qofka mas-uulka ah shaqo ku jiraay inuu gacantiisa la aado qof uu ogyahay mustawahaan inuu isaga u khidmaynayo runtii marka fadeexay ahayd annagana waxba nagaga aadan kolkaa guddoonka baarlamaanka iyo xeerarkiisa waxbaa kaga aadan waxayna tegi doontaa waxyaalahaas in la maro walaalkeenu hadda dhaawaca waxaa jiray qaar kale oo xildhibaanada qaar ka midihi nabaro u geysteen jaraaxeeyeen laakiin ninkan hadda isbitaalka ku jiray walaalkeeni waa kii ugu darnaa axmed suuragal maaha marka qof intaad gacantaada ku disho inuu qofku yidhaahdo ama xasaanadan leh ama maxaa iga galay waynu iska dhignay hubkii waynu bedelnay dhaqankii madaxtinimadaynu qaadanay dhaqanka madaxtinimadu waa cod iyo hadal ilbaxnimaduna halkaasi aaday laakiin askarigii jaraaxadiisi waxay maraysaa xeerarka asalka waxaan ku raacsanahay walaalkay cabdiweli in la abaal mariyo qof walba wanaag sameeyana ama ku ka shaqaynaya golaha shacabka ama ku furimaha jooga ha noqoto wuxuu leeyay abaalmarin uu ku mutaystay inta juhdiga uu bixiyay saa darteed waxaan rajaynaa madaxda guddoonka in madaxda qaranka la wadaagto sidaa darteedna wuxuu mudan yahay la marsiiyo hadday noqoto caafimaad iyo hadday noqoto darajo iyo hadday noqoto ka warqabka xaaladiisa gaarka waa mahadsantiin idinkana waxaana rajaynayaa waxaan inayna soo noqon doonin tusaalena ay u noqon doonto mustaqbalka dambe annagoo u imaanay askarigii dhibaatadu maanta ka soo gaartay golaha shacabka ee askarigaas oo ahaa askari
وتاجنا أبنك إيوه حسلوني دبار البنكة أسكرتي كشقيين يسي ونكو حد قد بيح البنكة ترسن قلها شعبك حلبانو دبار البنكة ويود الجوجان لبض قلة ويود فدي ما أنت كلن كي كلن حساسي وها واجب كي شقق أيال الجذن هاي هدي ودريم كرتان بروبلم كم هيش كدعى ما هاي بروبلم كجون تمي قدونك بار البنكة وهاي هاي إن حلبانو ديار الله صوص هاري لون صوص هاري إني بار البنكة عرقلة ديان نبكى جاري أسكرية حلبان كل جسمه سنجارسين حلبانه ودري حلبانه وهاي لا بد حلبانه وحي هاي حلبانه ساكيم وحول بوضعه هدي قدر إلهي يكون عين دال درضة دال كتالة ولا يان نمك صادرة نمك إيه رهاي هل عرقلة دي بار البنكة أيها هرت هوي أبوه بدعوينها قرنك يريز الزاري حمزة عبد بروح علينا فلك ما أنت دعو صانق نقنا هدان سصح الله بارن نينك دم بيجا جيستينا عن شرع على هرجينين أسكرت ولا عليه هنا مال والبدي جود نو دادي عد عد نو تاجن نفت ود نو خراي هدينا أركن قفك كل حد جود به إنه شرع تجاي هدي أسكرت مش غينيسو مركو حان قعد سنينا مزولين تسر سر أدلك إن أي كيس كاس ستة بلوبار أن مرة هو سير لجلين أن حل إياه وهذا هذا لجلين شرع على الهرجي قف كست أبار لبعض كوكمة ديرن دونه دبعت دي ما أنت عادي هدي لكن كيس كان ما أنت للسياسة ديو أما أن ده ولا ليالو أن مرة هو سير يسمعني مكو حلينه بار لبعض كسيه إنه هندونه دل كنا ما هجاي قدونه دل كوا إن لقى قبط ضد كسانه كل واحد قد باي مساكين ت أنا غنوش غينيس أنا جو حنا ضد مساكينه وحنا بار لبعض كي لبض قوله وليب أنا جهوان دانه وقولي قلنا دبعت ده dibku wuxuu gaaraya hooyo kan dibku loo geysto anaga dhalnay kan geysanay anaga dhalnay sharciiga waxaan ogolnahay in gacmo uu naga xiro dibki maanta waa in cadaalad u helo waa in cadaalad helo koran u sheegayna madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaru waa inay si dhab ah arintaas sharci u loo tiigsada askariga Allah u boogadhayo hadee wixii kale loo sheegi lahayn walaalkay ba sheego dhirigelin u baahan yahay askarigu markuu dhibaatoodo haduu dhirigelin helo askarta kale way ku dhiranaysa dhibaatooda dhacday inay ku samraan كي مسألة وعي مانتا وكسود لاو عمي ماركتي لوسود لاو عي برلمانكا أغرق برلمانكا بدرق سوماليا ومقولا شعبكا وحالكا سود باتا دي كسو قرتي أهيت أرنتي ماركتي فيركي وحلبانكا وكلفتي مركي واسيو شغليس القدن أهي فيركي وكلفتي أهي أهيد أولي وجه توسكا توسكا ها أيوة أي أريد أقول هذا بقولي بأرين آد لو بأرجع جحاء هاي لأن هو شيء شيء شقدي شيء قرك جودنا هي هو حق عنه تاجي سنجرين إنه ما ركتي اللي بان كي فير ولا بري رقولي بفير كي حوجي شيء وكله سنكا قريب كان وما يتعرجوا الجوان كسوكو جكت ما ده حيقرتي وواحد ولا جيفه وواحد ولا صو جيفتي ما رت أسبارك مانتا oo dhaqaaq la iyo wareer ay duu istaago iyo laba labo iyo matag oo lagu arkay marka kulliyada waxa la saari doonaa CT scan barito dhisbarka wadiin oo wuxuu jifoon ku soo booqanay laakiin arinta runtii aad iyo aad wax laga naxaa waxay noqotay ninkii oo taagan oo gacan ma ataan u qaadin inuu ma aragtay maay tuulbanka oo dhibkaas u geystay waxaase amaanay bogaadin mudan yani qaabka uu dhaqmay وأنا أعرف أن أنا أعرف أن أنا أعرف أن أنا أعرف أن أنا تاسع جيب أنا سي أن أنا أنشحة أن أنا أعرف 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 أن أنا soo weli ila oo ka dhaca markii dambe ay gaartay marka taas waxaan leenahay runtii yaani howlkarimadaas iyo runtii mas'uuliyadaas oo muujiyay maayto askariga waa askar ka tirsan ciidanka biliiska oo magaciisa la yiraahdo waa Xuseen Maxamed Xasan oo ah kormeere saddexaad ah runtii min mudane joogay waliba maayto aqalka yaani ciidamada biliiska ee ka shaqeeya golaha shacabka ayuu ahaa waana yani insha Allah waxaan leenahay ilaahay u boogadhayo